اوكي، اليوم جبت لكم حكاية مغربي جا القطار، جا باش يخدم لكن اصطدم بواقع غير على اللي كان كيتمناه وما نتمناوش اي واحد يطيح في هذا الموقف اللي طاح فيه هذا الاخ هذا. خليكم مع الفيديو ديالو، كيحكي فيه القصة بالتفاصيل من الالف الى الياء. وما تنساوش خوتي، رجاء رجاء بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واتساب، فيسبوك، انستغرام، المهم بارطاجيو اخوتي، بارطاجيو بارطاجيو. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وبغينا هذا الفيديو يوصل 100 لايك، بغيناه يوصل 100 لايك. اي واحد يشوفه يدير لايك باش هذا الفيديو ينتشر. شكرا بزاف خوتي، انا كنحاول ما امكن انني نوصل لكم بعض الصور. ما كنبغيش نوصل لكم الصور السلبيه، لكن مع الاسف بعض الصور كتحتم انك ديرهم. شكرا بزاف خوتي. الله وبركاته، معكم اخوتي المغاربه، خصوصا خوتي المغاربه بالضبط. انا سيدي مواطن مغربي من مدينه طنجه، جيت اخوتي لهاد الدوله هذه اللي هي دوله قطر باش نشتغل هنايا في هاد الدوله هذه. جيت عن طريق شركه اللي هي مسميه الملتزم العالميه للتجاره والخدمات، وعندها المكتب ديالها في درب عمر شارع محمد سميحة إقامة الأخوين. راه كلشي كيعرفها، راه كاين الإعلان ديالها تما. جيت أخوتي نخدم مع هاد الناس هنايا، أنا 5 شهور وأنا في الأرض السعيدة، شهرين أخوتي ما خلصوني. ملي نوت سيدي كانت شكا بهاد الناس قالوا لي مشيو دعينا فيما بغيتي فيما، لأن أصلا أنا ملي جيت من هنا لقطر ما كاين لا شركة ولا والو. هذا هو العقد اللي عطاوني، ها هو فينا، هو هذا العقد. يعني الناس اللي زاروا الشركة راه كيعرفوا هذا الشيء. هذا هانت هذا العقد، يعني كيدير لك هنا مثلا الصالير ديالك، كل شيء، السميه ديالك، كل شيء فيه. من بعد كيدير، المهم هذه بعدا شركه وهميه، ما كاين والو من هذا الشيء. هذا هانتوما كتشوفوا، هذا هما العقد، فيه 4 ديال الورقات. راه الناس اللي زاروا الشركه راه غيوريوهم هذا الشيء. هذا هو سميتها الشركه الفالك العالميه للتجاره والمقاولات، هي هذه اخوتي. قلت لكم اسيدي ملي مشينا للمحاكم وكذا عطاونا هاد الورقه، هادي هي فين هي، هادي الورقه ديال المحاكم، هي هادي فين هي، ها هي فين هي، ها السميه ديالي، ها رقم الشكوى، ها المتطلبات اللي طالب من هاد السيد، هو هذا. ها الورقه وحده اخرى عاود ديال المحكمه نيت، ها هي فين هي، المتطلبات اللي كنطلب انا فين هما، كلهم هما هادو. وفي اخر المطاف ملي مشينا شكينا بهذا السيد هذا، مشى بلغ بينا الهروب، وهذه هي الورقه ديال الهروب، هي هادي، ها هي فين هي. يعني في اخر المطاف بغيتي تطلب حقك وليتي ماشي مزيان، بلغ بينا الهروب. 3 ايام وحنا مسجونين في البحث والمتابعه هنا في قطر. من بعد وكيل النيابه فرج علينا براءه، قال لك سيدي براءه. مشينا لحقوق الانسان، مشينا لحقوق الانسان، قالوا لنا مشيو للسفاره المغربيه، السفارة المغربية غتكتبو واحد الرسالة للسفير المغربي. كتبتها له، هي هادي، ها هي فين هي الرسالة، ها هي فين هي الرسالة. الرسالة كتقول فيها سيدي، أنا نقراها عليكم كاع. السيد السفير المحترم، الموضوع رسالة تظلم، سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتأييد، الحمد لله وحده وبعد. يشرفني سيدي أن أضع بين أيديكم هذا التظلم، راجيا من الله وسيادتكم سعة الصبر في سماع شكايتي، أن المدعو محمد العاقل الحاصل على رقم الجواز معروف، هذا الشيء هذا أنا غادي نشركم إن شاء الله بلا ما نقول لكم التفاصيل بالضبط، رقم البطاقة الوطنية 41-55-97 في شهر غشت من السنة المنصرمة، اشتريت عقد عمل من المسمى عادل سرحان مغربي الجنسية ومقيم بالدوحة، والذي يعمل سمسارا لعقود العمل يبيعها في المغرب تحت اسم شركة وهمية، بعد الدفع المقدم 5000 درهم في مكتب السمسارة بالدار البيضاء، وأكملت الباقي وهو 15000 درهم، يعني مجموع كامل هو 2 مليون، بعد الحصول على العقد وكان السفر. ولكن تفاجأت حين وصولي إلى دولة قطر أن الشركة غير مهتمة بأمري، وصاحبها يستغلني في المهن غير مهنتي التي جئت من أجلها، ولم يدفع لنا أجر 3 أشهر الفائتة، ولا يريد أن يمكننا من الأوراق الإقامة، ولا يؤدي لي
رواتبي لمدة 5 أشهر، وقد تركت زوجتي وثلاث من أبنائي، وأتيت في أمل أن أبني مستقبلا جيدا لهم، فإذا بي لا أنا أن أنفق على نفسي ولا على أولادي. أرجو من سيادتكم النظر في أمرنا والتدخل العاجل لحمايتنا وحقوقنا، والله الموفق. هذه هي الرسالة أختي اللي كتبت، اللي قريت عليكم دابا، كتبتها للسافر المغربي. أنا 5 المرات وأنا كنصوني عليهم هاد الصباح هذا، كنقول لهم أسيدي أنا ما عندي ما ناكل ما نشرب، أنا في الأرض ضايع. دابا الله يجازيكم بخير، اللي شاف هاد الشيء هذا كامل يبارطاجيه وينشر هاد الشيء هذا في الفيسبوك. أنا غنشر هاد الفيديو هادي، ماشي مثلا أنا عارف الله سبحانه وتعالى هو اللي غينصرني على هاد الناس هادو، أنا كنطلب من الله هو اللي ينصرني، ولكن ما بغيتش تقولوا أخوتي المغاربة، أخوتي المغاربة خصوصا أخوتي المغاربة، اللي شاف هاد الشيء هذا يبارطاجيه، الله يجازيكم بخير. وهذا هو التوصيل ديال الفلوس، ها هو فينا هو سيس، ما قلت لكم شي، هذا اللي فيه 14000 درهم، هو هذا السمية ديال الشركة، هو كل شيء، هو هذا. والله اعمل شي تاوي الخير اخوتي، ودعوا معنا الله يجازيكم بخير، دعوا معنا الله يجازيكم بخير، راه حنايا في المحنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسمحوا النفس.